لم يغب اسم جسر الجمهورية عن التظاهرات في العراق التي تكتب حالياً تاريخاً آخر يختلف عن كل الحقب السياسية التي مرت بها البلاد. يتمسك المتظاهرون هنا بالاعتصام على هذا الجسر الذي أصبح التقدم عليه مؤشراً على تقدم وارتفاع وتيرة التظاهرات رغم العنف الكبير الذي تقابل به وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى برصاص القوات الحكومية والميليشيات. والله إصرارنا على من مطالب هاي المتظاهرين وهاي العالم العطالة بطالة وهاي الحكومة صار لها 10 أيام تقمع بالعالم وطينا شهداء أو جرحى وهم هم باللي جاي يقدمون يضربونا غاز مسيل الدموع والغاز هذا السام ويضربونا الصوتيات كل شظي، فاحنا ان شاء الله الايام القريبه نوصل للخضراء وناخذ حقنا من هاي الحكومه الفاسده. صرنا ويا العالم غيره والدي العالم، هاي الحكومه تطلع شنو؟ احنا 250 شهيد مطين، شنو ذول من ذولي راحوا؟ 250 عائله تتمت بسبب ذولي، هسه ما نشري يريد يطلع حمين ما اعوفه. انعطاق العراق هذه القضية التي باتت تحفز المتظاهرين على جسر الجمهورية لاستعادة سيادته وأمواله وثرواته الضائعة منذ عام 2003. اليوم من جسر الجمهورية كما ترون والساتر الأول المتقدم الشباب والشيبة والأطفال والبنات بمختلف أعمارهم ومختلف شهاداتهم وأوضاعهم الوظيفية تركوها من أجل قضية وطن. اليوم الوطن سلبت كل مقدراتهم، كل المقدرات سلبت بيد ثلة فاسدة هي الحكومة. اكو فرق اريد ننبه والكل يسمعنا، احنا ناس مثقفين ونعرف ونميز، اكو فرق بين الحكومة والدولة، الدولة دولة الشعب وبيد الشعب والسلطة اليوم للشعب، واثبت حضوره ووجوده وكل هاي 16 سنة اللي كان سكوت هو مو سكوت عن فراغ، البعض يقول ما بديهم شيء ما يقدرون يغيرون، لا نقدر نغير، واليوم الدليل هذا. إصرار الشباب على تواجدنا وتحقيق المطالب. مطالبنا مطالب عامة ومهمة وجذرية. أول مطلب عندنا إسقاط هذا النظام البريمري اللي فصلته أمريكا ورضت عليه إيران. ثاني مطلب إسقاط الدستور البريمري اللي كتبته أمريكا ووقعت عليه إيران. ثالث مطلب نريد إلغاء اتفاقيات صندوق النقد الدولي اللي جاي ياخذ ثرواته وجاي ينهبله. رابع مطلب أن إلغاء قانون الأحزاب. قانون الأحزاب فصلوه، هاي الأحزاب الجاي التابعة لأمريكا وإيران حتى يظل بس عليهم، حتى ما يعطون فرصة لهذا الشعب يتنفس. خامس مطلب عندي إلغاء قانون الانتخابات. هذا قانون الانتخابات سووه حتى ماكو مواطن شريف يقدر يترشح للانتخابات ويوصل رأيه ويطبق اللي يريده الشعب العراقي. ومع هذه المطالب التي ينادي بها المتظاهرون يبدو أن الهوة تتسع أكثر فأكثر بينهم وبين هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم إلا حلولا ترقيعية تخديرية لا مكان لها في ساحات التظاهر التي أصبحت تريد وطنا حرا اسمه العراق.